ويتواصل الزخم الجماهيري المؤتمري بفروع المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة، حيث عقدت قيادات فروع مديريات بني العوام مابين والشراقي لقاءات تنظيمية في إطار الاستعدادات للمشاركة في مهرجان التأسيس. الزخم الجماهيري الكبير واللقاءات التنظيمية الموسعة والمتواصلة التي تنظمها قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى مختلف مديريات محافظة حجة، حيث تعمل كخلية نحل واحدة في إطار الاستعداد والتحضير للمشاركة الفاعلة في 24 من أغسطس الجاري احتفاء بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. قيادات فروع المؤتمر الشعبي بمديرية بني العوام بالمحافظة عقد لقاء تنظيمي مع قيادات المراكز التنظيمية والقيادات التربوية المؤتمرية بالمديرية. هذه المناسبة وبالذات تأتي في ظل حصار وعدوان غاشم على اليمن، وتنفيذا لتوجيهات الزعيم المؤسس الرمز حفظه الله فخامة المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، وعندما نقول رئيس المؤتمر الشعبي العام، وعندما نقول الزعيم المؤسس لا نقصد فقط المؤسس للمؤتمر الشعبي العام، بل بحق وحقيقة يعلم الجميع بأنه المؤسس لدولة اليمن الحديث. المتابعة المستمرة والمتواصلة مع المراكز التنظيمية ومتابعة النشاطات والفعاليات التنظيمية بكل مركز وموافاتهم بكل التوجيهات والتعليمات الجديدة. فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية حجة منطقة الشراقي هو الآخر نظم لقاء تنظيميا موسعا للاستعداد والتحضير ليوم 24 من الشهر الجاري بميدان 70 في العاصمة صنعاء. ندعو جميع أبناء قبائل الشراقي الأوفياء المخلصين للمؤتمر الشعبي العام للحشد إلى ميدان 70. أبناء الشراقي هم دوما في الصفوف الأولى وفي أي فعالية وطنية أو تنظيمية، وسوف يكون السباقون إلى ميدان 70 يوم 24 أغسطس. والمؤتمر الشعبي العام بزعيمه البار يدعوكم للحشد الجماهيري إلى ميدان 70 للإحتفال بذكرى 35 من تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ويجب على كل مؤتمر أن يتحمل مسؤولياته وأن يحشد ويبذل جهده للحضور. وفي إطار الاستعدادات والتحضيرات للمهرجان المؤتمري الملاييني، عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي بمديرية مبين لقاء تنظيميا موسعا لقيادات المراكز التنظيمية والتربوية بالمديرية. زخم جماهيري مؤتمري منقطع النظير تشهده محافظة حجة بشكل خاص ومحافظات الجمهورية بشكل عام، ابتهاجا واحتفاء بالذكرى 35 لتأسيس حزبها التنظيمي الرائد المؤتمر الشعبي العام. من محافظة حجة مصطفى سنان، اليمن اليوم. كما عقدت قيادة